وحشتنا قوي، بس لازم اتدرب اكتر عشان اكون جامده واضرب اللي ضربني. ايه ده بابجي؟ ايوه بابجي، على فكره شايفك من بدري وانت عماله تضربي في الشجره وعارف ان انت تتدربي، فقررت بقى اجيب لك البوكس دوت بتاع بابجي تتدرب عليه، ايه رايك؟ حلو، تيجي تجربيه؟ اه ده انا ايدي وجعتني قوي بسبب الشجره. طب تعالي جربي بقى، يلا تضربي فيه كده وانا ماسكه، ايه رايك بقى؟ حلو. ده احسن من الشجره؟ اه عشان ايديك ما توجعكيش. اه خليه بقى معاكي وتدربي بيه اهو زي ما انت شايفاه. عايزك تبقي اقوى واحده في العالم. ماشي؟ عايزه حاجه؟ يلا سلام. الله بابجي جاب لي البوكسنج الجميل ده. الله انا بحب بابجي قوي، انا هتمرن بابجي. ايه ده بابجي ده؟ دي عليها بوكس بابجي؟ انا حرامي لازم اسرقها، لازم اسرقها، هسرقها. اي ايه ده؟ انا مش شايفه حاجه، حسوني. خش كده يا حبيبتي، اقعدي هنا، هاتي. اه ويا دماغي، ايه ده؟ الحرامي اللي سرق مني البوكس. مش هتعمل لايك وتشتركوا في القناه، انا لازم انده بابجي دلوقتي. يا بابجي! اه يا حبيبتي مالك؟ في حرامي جه سرق مني البوكس. البوكس؟ هو مين اللي قطع فيه؟ ايه اللي حصل لسانك؟ ما عشان هو ضربني على دماغي جامد. ضربك على دماغك؟ ضربك بايه؟ ضربني بعصايه ناشفه قوي. عصايه ناشفه قوي؟ ده انت لسانك بقى في حته تانيه خالص. انا هجيب لك منه بقى البوكش بتاعك، البوكش بتاعك انا لساني اتعدى منك. بقول لك ايه؟ يلا بينا تعالي. المكان ده كبير قوي يا حبيبتي، هو جري منك راح فين؟ والله ما اعرف يا بابجي راح فين. انا اعرف مين اللي سرق البوكس. ايه ده؟ ايه المكان ده؟ انت سمعت صوت؟ اه سمعته. ما تخافوش، انا صاحب المكان ده كله واعرف مين اللي سرق البوكس بتاعكم. ايه ده؟ اه ايه ده؟ انت بتعمل ايه هنا؟ انا عارف مين اللي سرق البوكس بتاعكم. طب لو انت تعرف مين اللي سرق البوكس بتاعنا، طب تعالى هاتهولنا. تعرف؟ اعرف. بس يا حبيبتي اللي باين عليه دوت صاحب المكان وهو اللي هيجيب لنا البوكس. يا ريت بقى تطلع بسرعه تجيب لنا البوكس. جايلكوا حالا. ما تخافوش، انا اقول لكم مين اللي سرق. تعالوا ورايا، انا ساحر المكان ده كله واعرف كل حاجه فيه، وانا عارف مكان البوكس فين. يعني انت الساحر وتقدر تتحكم في المكان ده كله؟ طبعا. ولو مش مصدقين تعالوا وانا اجيب لكم البوكس بتاعكم. تعالى حبيبه روح وراه، ده باين عليه ساحر يمكن يجيب لنا البوكس بتاعنا. ايوه والله ممكن يجيبه، انت ما شفتش الحته اللي هو قاعد فيها. اه ده مكان مرعب قوي اللي عايش فيه. يلا تعالى. على فكرة أنا سامعكم، بس ما تقلقوش أنا هجيب لكم مكان الحرامي. طب يا ريت. شايفين العصاية دي؟ أيوه شايفينها. شايفينها. هجيب لكم مكان الحرامي. طب هاتهولنا بسرعة. هاتهولنا معلش. العصاية بتقول الحرامي في المكان ده؟ وعلى شجرة هنا؟ اه. طب يلا بينا بسرعة. يلا يلا. يا سلام، ده البوكس ده جميل قوي، كويس ان انا سرقته من البيت. بس اثبتوا. ايه في ايه؟ انا بقى دلوقتي هوريكم العصاية السحرية بتاعتي دي هتعمل في الحرامي ايه. هتعمل ايه العصاية اللي معاك دي بقى؟ اتفرجوا. ماشي هتبدا بتتفرج. ايديا مش قادر احركها، يا البتاع دي فيها سحر ولا ايه؟ لا مش عايزها. صدقتوا بقى ان انا ساحر؟ اه ده فعلا طلع ساحر يا حبيبه. اه والله بجد شكرا ليك، قدرت تخلي الحرامي يبص يسيبها ويطلع يجري. انت عملت فيه ايه؟ عملت سحر بالعصايه دي قهربته. اه انت ساحر فعلا. طب يلا بقى ناخدها يا حبيبه. بجد شكرا قوي ليك يا ساحر، مش عارفين نقول لك ايه، قدرت ترجع لنا البوكس بتاعنا من الحرامي. عايزين نعمل معاك اي واجب.
لا انا مش عايز حاجة منكم، انتوا لو عايزين حاجة انتوا كده كده عرفتوا مكاني. متخافوش انا الساحر، ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك. سلام.